تحديد نسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، لأنه ينبغي غسل لكل كل من العبادتين. وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟ توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب. نعم. أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان فلا إثم عليه. نعم. فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟